أكد سعادة السيد عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية بأن مملكة البحرين تفخر بما حققته من إنجازات رائدة على المستويين الوطني والدولي في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، لما توليه المملكة من رعاية واهتمام بالغ في هذا المجال، لما تحظى به تلك المواضيع والأهداف من عناية خاصة من لدن جلالة الملك المفدى ومتابعة مستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال الحوار التفاعلي الذي عقدته وزارة الخارجية مع الأمم المتحدة المتمثلة في مكتب الأمم المتحدة في مملكة البحرين وممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان عبر تقنية الاتصال الإلكتروني المرئي على مستوى الخبراء بعنوان إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين، الأهداف والأولويات. من جانبه أكد السيد محمد الزرقاني المنسق المقيم بالإنابة لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين التزام الأمم المتحدة بدعم مملكة البحرين بتطوير الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، كما أوضحت السيدة رويدة الحاج الممثلة الإقليمية لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن وضع خطة عمل وطنية لحقوق الإنسان تؤكد على اهتمام الدولة في اتخاذ خطوات ملموسة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. من جانبه أشاد السيد جياني ماكزياني رئيس قسم المراجعة الدورية الشاملة بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان بتقدم وتعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين من خلال الاستفادة من آلية الاستعراض الدوري الشامل. تجدر الإشارة إلى أن هذا الحوار يأتي استكمالا لسلسلة ورش العمل المعنية بإعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.